مهم جدا نتعرف على مشاعرنا ونصنفها عشان نعرف نتعامل معاها، ودي مهارة اوريدي كانت عندنا من زمان من واحنا لسه مولودين، بس ضاعت من معظمنا بسبب طرق التربية والعادات والتقاليد. اهم خطوة دلوقتي المفروض تعملها بعد ما تركز مع نفسك وتعرف ايه هو الشعور اللي انت حاسس بيه، انك تعبر عنه. اوعى تكتم مشاعرك لاي سبب في الدنيا. لو كتمت مشاعرك كأنك بالظبط بتكتم ثاني اكسيد الكربون بعد النفس، بتكتمه جواك. عبر عن مشاعرك اولا لنفسك، وبعد كده عبر عن مشاعرك للاخر، للشخص اللي ضايقك او للشخص اللي ما ضايقكش. اي شعور انت حاسه عبر عنه لنفسك الاول، وبعد كده عبر للشخص التاني. طيب هنعمل ايه لو مش هقدر اعبر للشخص التاني دلوقتي عن مشاعري، او راحت الفرصه، او مشي، او حصل اي حاجه؟ قول لنفسك او اوعد نفسك ان انا هعبر بكره، بعد بكره، الشهر الجاي، بس انا هقول للشخص ده. كتمان الشعور بيعمل مشكله كبيره جدا، بيحول الشعور لشعور تاني خالص. يعني مثلا كتمان الغيره بيحولها لحقد، لشعور بالذنب. كتمان الخوف بيتحول تدريجيا لوسواس، لفوبيا. كتمان الغضب بيحول الغضب لعنف، والغضب ده من اهم المشاعر اللي ممكن نحسها في حياتنا. معظم العصبيه وعدم الراحه بتيجي اصلا من الغضب. مشاعر كتير جدا ممكن نحسها بتكون اصلا سببها كتمان الغضب. يعني ممكن ابقى متضايق دلوقتي من حاجه او حاجه تحصل تجيب لي شعور غضب، وانا اكتمها وما اعبرش عنها وما اتكلمش عنها واسكت، وبعدين هناك انفجر في حد ملوش ذنب خالص وملوش دخل بالموضوع. كل ده ليه؟ علشان انا كتمت شعور الغضب جوايا. باختصار، درب نفسك ان انت تعبر عن مشاعر الغضب اول باول علشان ما تتحولش لعنف.